من الـ LBCI مساء الخير إليكم أبرز العناوين. أسوأ السيناريوهات تتحقق في سوريا بحسب الرئيس التركي. حزب الله يرد على وثيقة العربية عن مشاركته في اغتيال جبران تويني وينفي أي دور له. ملكة جمال لبنان في وزارة السياحة وعبود يقول تملك المؤهلات للمنافسة عالميا. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي وجوزيان رحمي. مساء الخير. أسبوع حافل نقابياً ومتوتر سياسياً وساخن عسكرياً. نقابياً تكاد كل أيام الأسبوع تكون مأخوذة. فاليوم وغداً إضراب للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. والأربعاء إضراب هيئة التنسيق النقابية. والخميس إضراب عمال مياه بيروت وجبل لبنان. ويبقى يوم الجمعة الذي لم يحجزه أحد بعد في رزنامة الإضرابات. تأتي هذه التحركات على وقع جلستين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، واحدة الليلة والثانية بعد غد الأربعاء، وسط استغراب رئيس الحكومة من الإضراب المقرر الأربعاء في ظل التعهد بتنفيذ السلسلة بعد تأمين التمويل. لكن التوتر النقابي ليس يتيما، إذ رافقه اليوم توتر سياسي على خلفية ما بثته قناة العربية عن دور لحزب الله في اغتيال الشهيد جبران تويني. وقد رد الحزب ببيان عنيف نفى فيه أي علاقة له بمسألة اغتيال النائب تويني، كما تضمن بيان النفي هجوما عنيفا على من سماهم جوقة 14 آذار. أما التوتر العسكري فأطل من الشمال، حيث شهدت منطقة العبودي في سهل عكار إطلاق نار كثيفا من الجهة السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية.